هناك يا شباب. اليوم إن شاء الله بنكمل عن الفلاسك. أوكي، في حتلاقوا على المستودع المثال اللي أنا شرحته المحاضرة الماضية، بالإضافة لمثال متكامل لكل الشغلات، بيحتوي على الفون تمام، وبيحتوي على أنت كيف تعمل موديل تنسر فلو وتعمل ديبلوي على الفلاسك. خليني هذا اخذه اعمل له كلون هنا. اختار هنا انه جيت كونفيجن كنترول، احكي له انه اليو ار ال هو هذا. طيب عبال ما انه هي تنزل نراجع بشكل سريع المحاضرة الماضية تمام. حكينا انه المحاضرة الماضية انه انت بتعمل import from flask، هذا الباكيج import flask، بتعمل application منه instance منه، بتدي له name طبعا، بتدي له البارامتر هذه، ممكن انه هذه الديفولت بارامتر تمام. لو انت بدك تستخدم اسماء متغيره او مختلفه عن هذه، هي باي ديفولت هي التمبليت والستاتيك. لو بدك تستخدم اسماء متغيره ساعتها بتمررها هنا تمام. طبعا في الفلاسك كويب ابلكيشن انت بتعرف داله لكل صفحه، بتعرف كل صفحه بتعرف داله لها. كيف بتعرف صفحه؟ تعمل دايركتيف ات اب روت هي السلاش، وهي اسم الصفحه هوم، وهنا بتعمل ريتيرن سترينج. طبعا السترينج هذه الصفحه انت حتفتحها بالبراوزر، فبالتالي البراوزر بيقدر يعمل ريندر ل اتش تي ام ال انستركشنز، فبالتالي هنا حاطين له اتش 1. هنا صفحه الهيل بدك تفتح صفحه مختلفه، هي سلاش هيل، عرفنا داله، الداله بتختارها زي ما انت بدك، واسماء الصفحات بتختارها زي ما انت بدك تمام. طالما انه انت معرف الداله تحت الصفحه خلاص، هو لوحده الفلاسك كفريم ورك بروح بيستدعي هاي الداله لما تستدعي هاي الصفحه في البراوزر. هاي صفحه ثانيه زي هيك، طبعا هذه صفحه بس هنا انه الاختلاف في الموضوع انه احنا بدنا نعمل ريندر لتمبليت ل اتش تي ام ال، فهذا عباره عن تمبليت. خلينا نكمل هنا، هاي خلص الانستول، بنعمل كلون للريبوزيتوري. صحيح، والبيج هاي هنا زي ما انت شايف ممكن تمررها متغيرات بالضبط. هاي بناء صفحه، هنا بناء صفحه ويب جاست ويب بيج، هنا بناء صفحه ويب ودينا لها باراميتر عشان تعملهم ريندر جوا. هنا تعمل ريندر لتيبل بتلف عليه، تعمل يعني تقدر جوا صفحة ال HTML تعمل لوب. صحيح صحيح، ويلكم سلاش اثنين هذا باراميتر، هذه طرق. هذا البارت الثاني اللي بدنا نحكي عنه، اللي هو كيف نمرر الباراميتر.
هياخد شوية هنا في البروسيس عبال ما يعمل سكان لكل الباكجز. اوكي ساعتها بنعمل ران. تمام. طيب الان جوا صفحة ال HTML هذه الهلو احنا ايش في عندنا؟ خلينا نفتحها صفحة ثانية. خليني في البراوزر لانه احنا بنقدر نتصفح هنا في البراوزر. هنا في الاستاتيك حكينا المرة الماضية انه انت بتحط الجافا سكريبت والسي اس اس والتمبليت بتحط فيها قوالب ال HTML تبعك. طبعا الصفحة تبعتنا اللي احنا حكينا انه هلو زي ما انت شايف هي عبارة عن صفحة عادية. تمام. عملت لينك للستايل شيت اللي موجود عندي هنا. الستايل شيت ايش انا عملت؟ عملت انه الباك جراوند يعني دارك تركنا. تمام. واللينك هاي الستايل تبعه والبادي هاي الستايل تبعه. انه السنتر انه الالاين سنتر والفونت فاميلي زي هيك. تمام. والباك جراوند بلاك والكلر تبع الفونت وايت. هذا السي اس اس انه انت يعني شغله سهله وكذلك الاتش تي ام ال انه انت ممكن تطلع عنه. الان الصفحه هذه انا مش عامل ولا شيء بس انه انا حطيت انه هلو كاتش فون وحطيت هذول الروابط. تمام. فبالتالي انت لما تعمل رن لهذه الصفحه بيطلع معك انه زي هيك بالضبط. الان نرجع كيف بدنا نمرر الباراميتر. بدنا نمرر الباراميتر في عندي عدة طرق. انه انت الصفحة سلاش اسم الباراميتر بتحطه بين براكتس زي هيك. ولاحظ الاختلاف هنا انه الدالة برضه بتاخذ نفس اسم الباراميتر هذا. تمام؟ وهنا رندر تمبليت ادينا له ويلكم وادينا له انه النيم بتساوي النيم. تمام؟ النيم هذه عبارة عن اسم متغير موجود جوا صفحة الويلكم. ايش بتساوي؟ النيم اللي تم تمريره هنا. ممكن تستخدم اسماء مختلفة مش خلاف. الان شوف الويلكم. الويلكم زي ما انت شايف انه انا مستخدم فيها التمبليت انهيرتنس. يعني قلت بدي لك اياها مرة واحدة. ايش في انت عندك هنا؟ اكستند ثواني بس اغير لك حجم الخط. عليكم السلام. هيك اوضح شوي. اوكي فانا بعمل اكستند هنا. هذه الدايركتيف انت بدك تكتب كود على صفحه ال HTML. اكستند الماستر دوت HTML هذه صفحه الماستر معناها بياخذ كل الشغلات اللي موجوده فيها هنا. تمام. خلينا نشوف صفحه الماستر قبل ما نرجع هنا. نعم بالضبط. هاي الماستر انا عندي هنا. الماستر زي ما انت شايف عباره عن HTML دوكيمنت عادي. حطيت التايتل. تمام. وحطيت انه لينك للستايل شيت. تمام. وهي هيدر هلو وهي لينكات. وهنا حطيت انه بلوك كونتنت اند بلوك. هذه الصفحه الماستر او الصفحه السوبر بيج خلينا نحكي. اي صفحه فرعيه بتعمل اكستند من هاي الصفحه حيتم اضافه محتواها هنا. يبقى هذا كله حينزل عندك عادي. تمام. ومحتوى الصفحات الفرعية اللي بتعمل اكستند لهي الصفحة حينزل هنا. نرجع للويلكم. الويلكم عملت الاكستند وهنا بلوك كونتنت وهنا اند بلوك. فهذا البلوك حيجي هناك. تمام؟ نفس فكرة الاوبجكت اورينتد في البرمجة انه انت ريوز انستد اوف ري رايت. ريوز انستد اوف ري رايت. فقد حكينا انه اسم النيم هذا المتغير اذا تم تمرير اسم ساعتها ايش بده يسوي؟ بالضبط
انه بدي اعمل ريندر ب اتش 1 هالو نيم، هيك انت بتعوض اسم المتغير. تمام؟ else بتقول هالو وورلد برساله عامه، لكن هنا هالو باسم الشخص اللي مرر اسم. لاحظ انت عندك هذا كود بايثون، بس انت ايش تعمل؟ تعمل سراوند الكود تبع البايثون في ال HTML pages بهذا ال begin وال end tag اللي هي ال brackets مع ال percentage، وبتسكر ال brackets مع ال percentage. هذا كله عبارة عن كود بايثون. هنا if name، هنا مش جملة print بالضبط، تعمل تفتح percentage بالضبط for، بتعمل iteration على list على dictionary، وبتعمل له render زي ما انت بدك. بدل جملة print بتحط في tags، التاج اللي بدك اياه. تمام؟ item list، paragraph، اللي بدك اياه. تمام؟ فهذه اول طريقه لتبرير متغير. الان ممكن المتغير هذا انت بدك تحدد التايب تبعه. تمام؟ بالضبط. فبالتالي هنا في البراكتس انت بتحط int اللي هو الداتا تايب بالاضافه لنقطتين اسم المتغير. متغير انا عندي هنا بوست اي دي. تمام؟ فهنا اسم الداله شو بوست، بتاخذ البوست اي دي مجرد انه انا عملت له ريتيرن بدون ولا اي تاج عادي، بس انه بدي اورجي لك انه التايب هذا تبعه انه انتجر. تمام؟ الطريقه الثالثه انه انت تستخدم الباكج او الباكج ريكويست اللي موجوده وين؟ في الفلاسك. لاحظ هنا فروم فلاسك امبورت ايو الفلاسك هذا كلاس، بالاضافه للرندر تمبليت هذه داله شفناها قبل شوي، بالاضافه للريكوست هذه عباره عن باكج لانه بتحتوي جواتها على. فبالتالي هنا args get اسم المتغير. عشان تستدعيها كيف بتسوي؟ بتحط انه الصفحه سلاش greeting، وبتحط علامة استفهام، معنى ذلك انه انت بدك تمر الباراميتر نيم بتساوي احمد. طبعا هنا بدون كوتيشن، ما فيش داعي للكوتيشن. تمام؟ كوتيشن اذا انت بدك تعمل انه انت بدك تحطه، يعني بدك تحط سبيس وتحط سبيشال كاركترز وشغلات زي هيك. عملنا ريندر للتمبليت وحكينا انه النيم بتساوي النيم. اللي هو نفس التمبليت الويلكم اللي مر علينا قبل شوي. تمام؟ الان بدنا نشوف بدنا نمرر اكثر من باراميتر، ساعتها انه بدي اعرف داله اسمها كالك. اخذت الاكس والواي ريكويست args get، باراميتر اسمه اكس وهنا باراميتر اسمه واي. لا هي الاستدعاء تبعها زي هيك، شايف؟ اكتب كالك علامة استفهام، الباراميتر الاول يساوي امبرسنت اند الاكس بتساوي 10 and الواي بتساوي 5. لو في ثالث بتحط الامبرسنت زد بتساوي كذا وهكذا. تمام؟ وهنا مجرد انه انا عملت ريندر انه اتش 1 عملت الجمع والضرب، جمع والطرح والضرب والقسمه. طبعا هنا بحتاج ان انا اعمل له بارس لانتجر. تمام؟ طبعا هذا الكلام انا ممكن اعمل له سمبليفاي انه باخذ هذا انت زي هيك خلاص بحاوله مرة واحدة. وهنا كيف؟ بالضبط يتم تمريره زي دالة الانبوت في الكوماند لاين. فبالتالي هنا هيك واي. في أقوال زيادة. تمام.
طيب لك حساب جيت هاب. نعمل فورك. نرجع على التبليت، خليني اشغلكم اياه هناك. بدي اعطل التنسر فلو، تنسر فلو تيل ما بقدرش ان هو شغله على الريبليت، عشان هيك انا بدي اشغل لوكال اليوم. بس ان شاء الله يعني هذه ان شاء الله بخلص. اوكي، خليني اشغل على الريبليت هناك. اي واحد كان الاول؟ الثاني لا ستودنت، بس بتذكر هذا المره. هذا بختار هنا نيو ريبليت، وهنا بختار انه امبورت من الجيت هاب. و بختار في كل الشغلات تبعت التنسر فلو اللي عملها كومنت. وهنا هذا كله يعمل كومنت. اوكي، خلينا نسجل. هذا اللانجوج وخلص بالمناسبة. اوكي، خلص زين. لقيت هذه مش معمولها انستليشن، بختار امبارح نزل، المرة الماضية نزل بدون ما يعمل سكان. سوري نو بروبلم. هيك بعتقد انه ما في باكج. نعمل فورمات تمام. الآن شغل.
هي طيب انا حاكي انه في البروجكت انه الانفايرمنت تبعتي هي الويب فايل. اوكي خليه يعمل ما ينزل هي 40 او 400 ميجا خليه يعمل ما ينزل نرجع هنا هاي خلينا نعمل فوت من هذا Okay, final. Got the top right here, and wow, this is the main page. Hey, wow, this is the main page. Now, meaning the top part of the right here.
حكينا فيه على صفحة L. تمام؟ في عنا صفحة Hello. هذه بس رندر لاستعمال بيج. تمام؟ زي ما انت شايف هي الروابط، بس انا مش ضبط الستايل. افترض ان انا غيرت الالوان. هاي بالضبط الستايل تبع اللينك. فهي اللينك تبع هلو وهي اللينك تبع هيل. اوكي؟ كمان في عنا صفحة الويلكم. هاي ها. تمام؟ فسلاش ويل. بدك تحط نيم لانه لازم انه هي تعتبر ميتر. ف زي هيك هي اللينكات اللي من صفحه البيز اللي انا عملت اكستند هنا وهي هلو. تمام؟ الان شوف الصفحه اللي بعدها اللي هي البوست. تمام؟ وهنا ممكن احكي بوست 7 سلاش 6. فباخذ 7 هذه as an integer وبروح يعني بطلع لي اياها. الان صفحه الجريتنج لو ما مررتش باراميتر بحكي لي هالو وورد. تمام؟ بالضبط. كيف التمرير؟ بيكون علامه استفهام name بتساوي زي. تمام؟ الان نيجي للكالكوليتر. الكالك هذه انت بتمرر ساعتها اكثر من باراميتر. x بتساوي 4 برسنتج y y بتساوي 5. فبعمل لك كل العمليات اللي عملتها ريندر. الان نيجي للفورك. بدل ما انت تقعد تمرر باراميترز في اليو ار ال زي هيك، مع انه هي مريحه جدا في انت تتعامل مع السيرفيسز انت عندك انت تو انت. بمعنى ذلك انه مش ضروري يكون في عندك هيومن عشان انه هو يفتح فورم ويدخل فيه، لا، من اليو ار ال بتعمل باس لباراميتر وبتجيب النتيجه. الا انه يعني من يعني ممكن في بعض الاحيان انه انت تحتاج تعمل فورم، والفورم هذا انه زي هيك. تمام؟ الان بدنا نرجع لدوال الجيت والبوست تبعت ال HTTP. حكينا انه الجيت عشان تجيب ريسورس من السيرفر، سواء كان ايمج HTML بيج PDF فايل وات ايفر، والبوست انت بتكون من خلال الفورم انت عندك زر البوست هذا. يبقى هذا عباره عن زر والتايب تبعه بوست. عشان هيك خلينا نشوف الكود. خيو في التمبليت هنا ايش اسم الصفحه كالكوليتور دوت اتش تي ام ال. في الاثنين تقدر تبعت باراميتر في الجيت وفي البوست. تمام؟ بس انا بحكي انه ايش الوظيفه الرئيسيه؟ الجيت انه انت تجذب ريسورس انه على كلاينت فايل، تجذب ريسورس من السيرفر، سواء كان صفحه اتش تي ام ال وبعملها ريندر، سواء كان ايكون من مكان معين، جي بي سي من مكان ثاني. الان الكلاينت بده يبعت بيانات مش باراميتر، في فرق بين الباراميتر والبيانات. انت في الجيت ممكن تبعت باراميتر يوزر نيم وباسورد، لكن على سبيل المثال بدك تبعت فايل بدك تبعته بالبوست. بالضبط بالضبط. تمام؟ بالضبط. فالان انا هي خليني ازرق هذا هيك كمان. هذا عباره عن صفحه اتش تي ام ال عاديه زي ما انت شايف. حطيت التايتل كالكوليتور وهيد 1 H1 كالكوليتور هنا فورم.
عبارة عن تاج جديد في البايثون في درس يا مال، يعني تاج يعني أول مرة نستخدمه قصدي في هذه التوتوريال، تمام؟ وهنا تحكي إنه الأكشن والميثود بوست، الأكشن بتسيب الفاضي بتحط الميثود بوست، الآن بتحط انبوت. الانبوت أنت عندك أكثر من تايب، تمام؟ التايب هذا اللي احنا بدنا نستخدمه تكست. البليس فولدر هو عبارة عن أكيد أنت بالضبط بالضبط اللي هو زي ما أنت شايف زي هيك، أول ما أكتب بروح، بس بحكي لك هنا إنه شو معنى هذا الفيل، إيش بدك تحط فيه، النيم ولا الأدريس ولا التليفون زي هيك، تمام؟ بالضبط. وهنا النيم نم واحد، هذا اسم المتغير حتعمل فيه جوا الكود، والفاليو اللي هو request dot form dot num واحد، تمام؟ بعديها هي أنا عندي select اللي هو عبارة عن هذا، هذا عبارة عن combo box select، ايش النيم؟ hop، عشان بدي اجيب الفاليو تبعته لازم اديله اسم، تمام؟ زي ما هذا اديته نيم num واحد هذا اسمه hop، فبالتالي حطيت الاوبشنز اللي هو الزائد والناقص والضرب والضرب والطرح، تمام؟ هي ظاهر انت عندك زي هيك فكرت سلكت. بعديها عملت انبوت ثاني هاي تايب تبعه تكست بليس فولدر سكند نمبر النيم نمبر 2 والفاليو زي هيك، تمام؟ بعديها انا عندي انبوت اللي هو عباره عن باتون التايب تبعه سبميت والفاليو كالكوليت، الفاليو اللي هو التكست اللي بيظهر هنا برا، تمام؟ هو عباره عن باتون والتايب تبعه عباره عن سبميت، فبالتالي بياخذ البيانات وبيعمل بوست. ممكن ممكن جدا، والستايل هذا شايفه انت عاجبك يعني، اكيد يعني شايفه عاجبك زي هيك يعني، قصة الستايل هذه أنا قصة اليوزر انترفيس أنا سيء فيها مضبوط، يعني ممكن إنه أنت تسويها، تمام؟ الآن عملت بريك لاين زي ما أنت شايف هنا عشان ينزل لي سطر جديد، وهنا حطيت سترونج طلع لك إياه بالبولد، ريزلت بتساوي هنا بعمل يعني بستبدل الفاليو تبعت الباراميتر اللي هو ان واحد للاوب ان اثنين والريزلت، تمام؟ طيب هذا الفور، هذا الفور انا بستخدمه عشان اظهر النموذج هذا. الان بدي ادخل هاي ثلاثه وهنا هاي زائد اربعه، هاي كالكوليت، هاي ثلاثه زائد اربعه بتساوي سبعه. لاحظ هنا انه في الريندر وين اجى؟ عند الجزئيه هذه، يعني هنا لما انا مررت نرجع للمين، هنا في الكالكوليتر هنا عندي لسه ما شفناش هذا، اوكي انا حطيت الريزلت هذا عباره عن امتي سترينج، عن واحد امتي سترينج، عن اثنين امتي سترينج، والاوب امتي سترينج، الرقم الاول الرقم الثاني العمليه بالاضافه للريزلت. بحكي إذا كان الميثود post شو بروح بسوي؟ فهنا if the post if the method بتساوي if request dot method بتساوي post بسوي هذا الكلام، else معناها إنه الميثود بتساوي get. اوكي فهذا في الالف، اوكي فالان ايش حسوي؟ حجيب قيمه المتغير واحد من الفور، استخدمت ان واحد اللي موجود في الفور تبع ال HTML وان اثنين والاوب، وبحكي اذا تم تمرينهم بحاول انه اعمل ايفال للاكسبريشن يعني بشكل سريع، تمام؟
انه كعمليه حسابيه هل ذلك الايفال تعمل ايفالويت لاكسبشن في البايثون وبطلع النتيجه يعني بطلع النتيجه هنا بتطبع على الكونسول بس هذه للديبات تمام وهنا عم بعمل هاندل الاكسبشن تمام وهنا في كل الاحوال بعمل ريتيرن لريندر تمبليت كالكوليتور قيمه الان واحد وان اثنين والاوبريشن والريزلت فبتطلع بهذا الشكل زي ما انت شايف تمام طيب لنشوف طريقه ثانيه فورم ثاني اللي هو بدي اخذ فيه تكست اريا هذا الفورم لاحظ انه الباراميتر هذه انا ما دخلتهاش في اليو ار ال من خلال الفورم هاي هذا فورم ثاني هذا فورم ثاني هنا بدك تسوي بدك تلعب بتكست وهنا بدي اعمل كاونت بعمل كاونت الوورد تمام فخلينا ناخذ هذا التكست على سبيل المثال اوكي لاحظ انه على سبيل المثال ممكن انا اكرر هذه الجمله زي هيك عشان يطلع الكاونت تبعها كثير في عندك هنا 2 تقريبا كلهم تكرارهم واحد واحد ما عدا انه هذه اللي كررناها الان بعمل كاونت هذه تكرارها واحد هذه يور تكرارها اثنين وريبل تكرارها اثنين والباقي كله تكراره واحد فبالتالي هذا عباره عن تيبل سيرش يعمل طبعا برضه انا في الستايل او في المظهر تبع التيبل ما حطيتش له بوردر يعني ممكن انه انت تسوي هذه تعمل فانسي تيبل زي ما بدك تمام بس الفكره في الموضوع انه بورجي لك طرق ريندر مختلفه انه هنا اخذنا من تكست اريا والريندر هنا على شكل تيبل فانت بدك تربط المعلومات هذه يعني انت ممكن على سبيل المثال انا مررت لك ايمج فبتروح بتطلع لي تيبل ايش الاحتمالات انه هذه ابل 90% هذه اورنج 5% هذه ضايل 5% ثانيه بتقول انه مثلا كذب زي هيك تمام هاي التيبل هذا الان شوف كيف شرحه نفس الفكره عرفت ديكشنري حكيت اذا الميثود الريكوست دوت ميثود بتساوي بوست حامل هذا الكلام else معناها get تمام الان اذا التكست فاضي بروح بعمل انه result please fill the form تمام؟ else بروح باخذ الكلمات اللي موجوده في التكست لفيت عليها هيها تمام وعملت لها count في الدكشنري والدكشنري هذا رحت مررته للword break دوت html الword break html هي تعمل extend من الماستر وببساطه جديده انه هي البلوك فبالتالي هنا if الكاونت عملت تيبل تمام وبروح بعمل فور على التيبل شايف كيف بعمل فور تمام فور وورد فريكونسي ان كاونت دوت ايتم هذا كود بايثون كيوت بايثون فبالتالي هنا تيبل رو وهنا تيبل ديفيجن تيبل ديفيجن عملت لهم ريندر بهذا الشكل بس فهيك هاي الان فور ان تيبل يعني الاختلاف بينها وبين البايثون انه بس انه كل ما تعمل اف بدك تعمل ان اف كل ما تعمل فور ان فور هذا هو الاختلاف. فهي الكود تبعه زي ما انت شايف، الان نيجي ل ان فور. مش تاج.
اي statement فيها begin و end اي statement فيها begin و end بالبايثون بدك تعملها يعني يعني بالضبط يعني مثلا هاي if count هاي end if بالضبط هيك تقريبا بنكون خلصنا الكود الميثود سايد كالكوليتور نيجي الان للريستفول ويب سيرفيس الريستفول ويب سيرفيس انه تقدر انه انت ترجع جيسون وتاخذ جيسون ففي عندك باكج اسهل طريقه اللي هي انه من خلال باكج مساعده للفلاسك اسمها فلاسك ريستفول فبتعمل امبورت لريسورس اي بي اي تمام بروح بعرف اوبجكت من الاي بي اي هذا وبرنتبر الاب الاب هذا اللي احنا عرفناه هي فوق تمام بعدين ايش بسوي؟ انا عندي هاي البيانات هذا عباره عن قاعده بيانات اعتبرها انه انت عندك بيانات الطقس اعتبر انه السيرفيس هذه بترجع لك الطقس فبالتالي انت بتمرر المدينه تمام وهو بروح برجع لك درجه الحراره والريح والرطوبه بنعرف كلاس اسمه ويدر انا بختار اسمه بعمل له اكستند من سوبر كلاس اسمه ريسورس هيو عملنا له امبورت هيك في الكلاس هذا في تو ميثود جيت وبوست عارفينهم هذول الميثود جيت وبوست تبعت ال HTTP تمام الان لما تعمل جيت للويب سيرفيس هاي تمام شو بروح بستدعي؟ بستدعي هذه الداله جيت ممكن تعمل امبلمنت للبوست تروح تاخذ منها بيانات وترجع شغله معينه فالان ايش راح تسوي؟ انه الويذر سيتي بتساوي ويذر داتا دوت جيت وهي السيتي فبالتالي الجيت هذه بتاخذ باراميتر اسمه سيتي ايش راح ترجعت؟ رجعت انه السيتي وهنا الويذر سيتي تمام؟ الان كيف يعني كيف بدك تضيفها انت عندك كيو ار ال؟ تحكي اي بي اي اد ريسورس اسم الكلاس هيو وهنا سلاش ويذر سلاش سيتي بتوين براكتس زي هيك تمام؟ الان لما تستدعيها فبتحكي هنا ويذر سلاش جاذر فبروح برجع لك اياها كجيسون كديكشنري بتعملها ريندر وين ما بدك سواء كان موبايل ابلكيشن او اذا صفحه HTML بتعرف كيف تعملها ريندر لصفحه HTML يعني شوف كيف انت تاخذ ديكشنري تعمل ريندر لصفحه HTML وبالتالي انت حر بهي الطريقه طبعا في الموبايل ما ينفعش انه انت تاخذ HTML وتعملها ريندر يعني في الموبايل ابلكيشن لازم جيسون بالضبط فهذه يعني بتطلع عندك بكل الاحوال سواء كنت بدك موبايل ابلكيشن او صفحه ثانيه على الويب تمام هيك تقريبا بنكون خلصنا كل حاجه في الفلاسك يعني ممكن انه انت تكتبك عنها تبني ويب سيرفيس تمام الان بدنا نيجي ل كيف بدنا نعمل ويب سيرفيس هنا في للتنسر موديل فبدي ارجع هنا آمل إنه هو يشتغل إذا ما اشتغلش بشغلكم إياه على الكولاب طب خليني أشرح الكود هنا بعديها بدي أشغلكم إياه على الكولاب أجيت أنا إيش سويت؟ اجيت هذا الكود من هنا زي هيك ايش بيسوي؟ بدا انت عندك الموديل تبع التنسر فلو تمام؟ فهنا عرفت كلاسيفاير موديل، الموديل هذا يا اما بتجيبه بري ترين جاهز انه هي انا بستخدم الموبايل نت خليه تو تمام؟ او انه انت بتكون عامل له ترين وعامل سيف للويت وبالتالي هنا في هذا السطر هنا بدك تعمل لود تمام؟ هنا حددت الايمج شيب لازم يكون مطابق للشيب اللي موجود
في الموديل. هنا رحت عرفت كلاسيفاير سيكونسر. ايش عملت؟ في طبقه واحده. ايش هي الطبقه؟ اللي هو الكلاسيفاير موديل. طيب هاب كيراس كلاسيفاير كلاسيفاير موديل تمام، اللي هو هذا اللي انا عرفته تمام. وهنا حطيت انه الانبوت شيب تمام، وحطيت 3 و3 هنا للار جي بي تمام، يعني ار 224 في 3 تمام. الان الليبل بعث ايوه، عشان انت لما تعمل ديكود للكلاس يطلع لك اسم الكلاس. يعني انت لما تيجي تعمل بريدكت هنا في الجمله هذه بريدكت بروح برجع لك نمبر انه الكلاس رقم 10 كلاس 12. طب ايش هو الكلاس 12؟ بدك تجيب الليبل تبعه. عشان هيك الليبل كلها هي موجوده في هذا الملف، بدي اوري لك اياه ايش طبيعه الكلاسز اللي موجوده هناك. شايف؟ هذه جولد فيش، هذه باك جراوند، هذه جريد وايت شارك تمام. قديش عددهم هدول؟ اعتقد انه 100 اذا انا مش غلطان. ألف كلاس. هذا بري تريند موديل يعني زي هيك. وبالمناسبة انه انا هذا منزله انا من تنسر فلو هاب. هذا tensorflow.tensorflow.hub.dev. اي رابط؟ اي رابط؟ هذا عبارة عن موديل جاهز بري تريند، انا مجرد انه بعمل له داونلود. لا مش ارقام، هذا عبارة عن الويت بالاضافة ل نم باي اري ان بي اري تمام. ما هين بدي افتح لك، تكتب هنا في جوجل تكتب تنسر فلو هاب كثير، اعمل داونلود للويت وحملهم هنا تحميل موديل دوت لود. طريقه التحميل مختلفه، بس انا اخذت موديل بري ترين اوريدي جاهز، بعمل داونلود للويت من الانترنت. يعني بعمل داونلود من الانترنت بعدين بعمل داونلود للويت بالضبط بالضبط. فالان هنا في عندك الجايد كيف انه انت تستخدمه، في عندك هنا انظر النماذج ايوه حتى عامل لك اياه بالعربي. بقول لك هنا انه بدك انستول للتنسر فلو هاب، اعمل امبورت. هنا بس مجرد انه اعمل يعني حدد الرابط تبعه تمام، وخلاص تقدر تستخدمه. فشوف النماذج ايش الموجوده. انت في عندك هنا مقسمها نماذج للتكست للايمج للفيديو للاوديو. انا بدي للايمج تمام. انت عندك هنا ايمج كلاسيفيكيشن تمام، في عندك 100 112 موديل، اختار منهم زي ما بدك. ايش في عندك هنا؟ عندك الام اس سي اول هاي الموبايل نت لسه قاعد بحمل. هذه لاند مارك كلاسيفيكيشن، عارفين اللاند مارك؟ صحيح. فانت بتحدد انت ايش الموديل اللي انت بدك اياه. هاي موبايل نت تمام، هاي موبايل نت فيرجن 1 موبايل از ا فاميلي اوف نيورال نتورك اركيتكتشر افيشنت اون device image classification. فبالتالي هذا هيو image classification image classification تمام. هاي الريزنت فيرجن 2 101 اعتقد انه 101 كلاس
ببقى حكي لك يعني. ايه number of classes 1001 الكلاسز اللي شغال عليها هاي البرفورمانس هنا هاي الموديل ليست مع البرفورمانس تبعه عندك في اللينك هذا بقول لك قديش بيستخدم معالج تمام حجم النموذج 4.3 جيجا دقة النموذج دقة النموذج لابتوب 5 تتراوح من 64 ل 89% كيف؟ بتدور على نموذج بدك اياه يا اما انت بتعمل نموذج كيف؟ انت برضه لما تختار نموذج بدك تختار نموذج بالضبط الكلاسز تبعته انه ملائم للي عندك يعني هذا اللي انا شفت اللي هذا ما ينفعش انت تستخدمه للفود يعني هذا شغلات يعني في شغلات كثيره روك بايثون يعني حيوانات اكثر في شغلات زي هيك تمام الان بعد ما حملناه بعد ما حطيناه انه في اللاير زي هيك تمام فقلت انا بدي انا اعمل داونلود لهيو باختيار كراس جيت فايل هذا الفايل ممكن يكون انت عندك لوكال هنا وتعمل له لود عادي تمام هيو حمله زي هنا وعمل له قراءه عمل له قراءه كنم باي اري فداله الليبل باث وهنا الايمج نت ليبل الان بدي اعمل الداله تبعتي هي كلاسيفاي وعملت الدالة كلاسيفاي كلاسيفاي بده يكون فيها باراميتر انا اخترت انه للسهولة يعني ما عملتوش فورم ممكن تعمله فورم تحط انت عندك انبوت تحط فيه اليو ار ال وبتن تمام اليو ار ال تبع الصورة وبتن وفي عندك خيار ثاني انه انت تعمل ابلود للصورة على السيرفر وهو بروح بقطعها بعمل لك يعني كلاسيفاي لإله تمام انا بديش اقرا الصوره انا بدي اخذ اليو ار ال واعملها جيت على السيرفر سايت واعملها كلاسيفاي هاي بدي اعمل جيت للصوره هاي الماي يو ار ال عملت لها ريسايز حسب الشيب تبعي حولتها لجراي سكيل قسمتها على 255 وهنا هاي الريزلت بتساوي كلاسيفاير دوت بريدكت واعطيت الصوره تمام بعديها بدي اجيب الارك ماكس ايش الكلاس اللي له اعلى probability تمام؟ بعديها بدي اجيب يعني هاي الكلاس هذا عباره عن نمبر 17 300 101 ايش بدك بدك تجيب اسم الكلاس بس مجرد ببساطه انه الايمج نت ليبلز اوف ذا بريدكتد كلاس اوف النمبر 10 بروح بيرجع لك الليبل وهذه هنا بتعمل ريتيرن الريتيرن هذا اللي بتعمله كان ممكن تعمله في ريفر في صفحه تاكسي عمل انا ما عملت الكلام هذا انت بدك تاخذ الخلاصه هذه وتركب الشغلات هذه كلها على بعض تمام خليني اشغله الان في التشغيل ما دام التشغيل هنا مش ضابط انا ما توقعت انه انت تنسر فلو شغال عندك هنا بس مش عارف يعني بس نفتح الكولاب
هذا عشان نخطط الدنيا كلها. طيب حكيت انت عشان تشغل الفلاسك على الكولاب بيشتغلش مباشرة، بلزمك شوية تريكات. تكتب في جوجل، نعم تكتب في جوجل هاي كولاب فلاسك، بس مجرد انه انت بتاخذ امبورت بتصير عندك الامور تمام. نستخدم انجي روك، احنا بنستخدم انجي روك في أقول في اختلاف محركات البحث. ولا بس مجرد هاي الجملة. اوكي الآن نعمل النوت بوك جديد. والنوت بوك هذا أول حاجة بنعملها نو تمام، و ناخذ هذا نعمل هنا نون نجيب لي نسخة من الريبوزيتوري و انستول كان حيطلبها مني. الآن أعمل بايثون تنسور بي1 يعدل على الكود. كود هذا المين كنا ندور لنا صورة على الإنترنت فور إيميجز
title field. Concatenation. ليك تشتغل على اللوكال هوست زي ما انت شايف تمام؟ لحظة في كمان شغلة مفترض اني اسويها بدي اعطل البورت بالرام هنا بدي اعطل الهوست هذا والبورت والديبر لا خليها كده هيا شغل ليش؟ لأنه هنا تعمل بروكسي على بورت 5000 وفعليا اليو ار ال هذا ايش بسوي؟ بعمل ريدايركت للوكال بورت اللي موجود على البروسيس هاي تمام على بورت 5000 يعني زي بعمل انه بروكسي هناك هيك انت بتقدر تشغل فلاسك يعني للتستنج بيربسز الاغراض الفحص تنزله على كولاب وبتقدر ساعتها انه هي تحطيك شغال الابلكيشن عندك عادي صفحة الهلو برضه شغالة عادي احنا صفحة اسمها انا غلطان في السبيل تبعها كلاسيك باي حاطط باي كونكت بدي اخذها من هنا كلاسيك باي تمام علامة استفهام يو ار ال بتساوي هذا اليو ار ال هذا اللي طلع انا صحيح مش عارف شو لا يمكن استنى فرص لا هاي فرص اسمر جرب سناك هيا لك هذه اليو ار ال هيك شوية مقربش شكله من نفس السايت كيف ال قصدك شو اسمه ممكن تستخدم الجوجل سيرش اي بي اي او تستخدم مكتبه في الاسترابنج تقدر تجيب لك اسم الملف فيديو
هاي ويفترض انه انا كنت افتحها انا كنت افتح غلط بالمناسبه هنا end نزك في هذا الكلام هاي كنترول والله انا استغربت ما اعتقدش انه هو كويس، بس هو يبدو انه هو منزل في هذا الكلاس. على اي حال على اي حال انا بدي شو اسمه بدي احاول الاكزامبل هذا اعمل لك اياه بولش اكثر واحط لك اكثر من موديل واقول لك انه الموديل هذا جاب كذا، انه هذا الموديل قال هورس، الموديل هذا قال كذا، الموديل هذا اعمل لك اياه ريندر في التيبل تمام؟ وبحط لك اياه مش حشرح ثاني خلاص يعني فبعمل بولش الاكزامبل هذا بشرح لك اياه، المره الثانيه ان شاء الله بنشوف شغله ثانيه او موضوع ثاني مش فاضي، بس بتصور انه هيك الفكره صارت موجوده عندك كيف انه انت تعمل ديبلوي انت بتحط الصوره اللي بدك اياها، بدك تعملها على شكل فورم، بدك تعملها على شكل جيسون، بدك تعملها على الشكل اللي انت بدك اياه. اوكي؟ في حدا عنده اي اسئله او استفسارات؟ اللي بدك اياه. هيك انا بس خليني انهي المحاضره هذه يعني. Stop the share.